السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة معانا تقرير عن العربية اللي الناس كلها كانت مستنياها الفترة الجاية، خصوصا إخواتنا بتوع الإحلال، بتوع الإحلال أو بتوع أوبر وكريم أو اللي هم عايزين يجيبوا عربية عشان يسترزقوا منها، كانوا مستنيين العربية دي بقالهم كتير. BYD F3، ولكن النسخة الأوتوماتيك، النسخة الأوتوماتيك من البي واي دي أخيرا بقت موجودة في مصر. كل الناس اللي كانت مستنيها وبتسأل عنها، النهاردة معانا BYD F3 أوتوماتيك. يا ترى العربية أخبارها هي؟ هنعمل كل حاجة النهاردة في الريفيو بتاعنا، ولكن قبل ما أبدأ الريفيو بطلب من حضرتك فضلا وليس أمرا أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لحضرتك كل جديد، وعشان تساعدنا أن احنا نتقدم في المحتوى بتاعنا اكتر واكتر وننافس في وسط المحتوى الهابل بتاع اليوتيوب. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، يلا بقى بسرعه افرجك على العربيه واحده واحده. انتشر من فتره على النت وعلى الفيسبوك الصوره دي للعربيه البي واي دي، وناس كتير قوي كتبت عن العربيه وقالت العربيه بقى البي واي دي الجديده يا جماعه 2022 اللي نازله بالشكل الجديد المختلف كليا عن الشكل القديم، وناس كتير جابت صور وناس كتير عملت ريفيوهات عن العربيات، ولكن كله كلام في كلام. الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده مش موجود في مصر اساسا، الشكل ده هو نازل في دول الخليج، يعني نازل في السعوديه، نزل في مجموعه دول خليجيه كده كشكل مختلف عن الشكل اللي موجود عندنا في مصر. ان الناس شبهته بتويوتا كرولا، بالشكل الامامي لتويوتا كرولا، ولكن انا عايز اكد لك ان الشكل ده مش موجود في مصر. اللي موجود في مصر عندنا الشكل العادي الاعتياد المعتاد بتاع البي واي دي بتاعنا، اللي هو الشكل الطبيعي ده، ده اللي احنا عارفينه، وده ان الشكل الجديد ال 2022 اللي نازل بالفتيس الاوتوماتيك الجديد. شكل العربية هو متغيرش، شكل أمامي، الشكل الجانبي، الشكل الخلفي، الجنوط بتاعة العربية، كل حاجة كانت في العربية موجودة في النسخة القديمة منها هي بتتكرر تاني في النسخة الجديدة من السيارة. BYD F3 2022 اللي جاية بالفتيس الأوتوماتيك، يزيد عليها ان هي جاية بصمة في البيبان وبصمة في الكونتاكت بتاع العربية، مش مفتاح، بصمة، يعني اوتوماتيك وبصمة في الباب وبصمة لتدوير العربية. دي الحاجات الزيادة اللي جاية في 2022 جديدة. كلنا عارفين ان البي واي دي كان نازل منها اختها الكبرى من كام سنة كده، كانت نازلة البي واي دي L3 وكانت عاملة مبيعات خرافية في مصر، عربية كان فيها كل حاجة انت محتاجها، وكانت موجودة في مصر في وسط وقت كان العربيات فيه مش منتشرة جامد، او مفيش العربيات الجديدة اللي الناس بتدور عليها، او العربيات الصين اللي ضربت في مصر الفترة اللي فاتت. كانت الاختيارات محدودة، كانت موجودة البي واي دي اف 3 وال 3، وكانت موجودة ساعتها العربية الجيلي هي اللي بتنافسها، ولكن الجيلي الحقيقة ما قدرتش انها تثبت نفسها في السوق المصري بسبب اكتر من عيب في التصنيع، لكن البي واي دي ال 3 واف 3 اثبتوا كفاءة محترمة جدا في السوق المصري. كمان العربية ال 3 اللي كانت موجودة كانت بتنزل بالفئتين، الفئة المانوال والفئة الاوتوماتيك، وكانت الفئة الاوتوماتيك الناس بتقول ان فيها مشاكل، العربية بتجيب فتيس، اوعى حد يجيب ال 3 الاوتوماتيك، هتجيب منه فتيس وهتبوظ وهيحصل وهيحصل وهيحصل. فكان كل الناس بتلجأ لل 3 المانوال عشان تريح نفسها من المشاكل. العربية اللي كانت نازلة كاملة بشاشة وسطية وكان فيها الخرايط وتحكم في الطارة، عربية كان نازل فيها كل حاجة خاصة انت محتاجها في الفترة، لذلك كانت عاملة نسبة مبيعات خرافية، والناس كانت متخوفة بس من النسخة الاوتوماتيك بتاعتها عشان بتجيب فيتكس. طب يا ترى البي واي دي اف 3 2022 الاوتوماتيك، يا ترى هيحصل فيها المشاكل دي تخلي الناس تخاف انها تشتري العربية ليحصل مشكلة في الفتيس، ولا الفتيس بتاعها هيكون فتيس عادي اعتيادي بدون اي مشاكل تذكر؟ ده اللي هنعرفه الفترة الجاية في العربية. عملنا لكم ريفيو النهاردة عن العربية عشان نقدر نشحركم كده من بره ومن جوه، وليكن بره هي نفس الشكل القديم، هنفصصها لكم من جوه ونقول لكم ايه الجديد عنها. شكل خارجي للسيارة ما فيهوش اي اختلاف عن الشكل القديم، معروفة الشبكة النيكل كروم والفوانيس بتاعت البي واي دي والشنطة والكبوت والبيبان والجنوط بتاعتها اللي ما فيهاش اي اختراعات جديدة، لكن اللي يهمني الشكل الداخلي للسيارة هو اللي فيه شوية حبشتكنات كده مختلفة شوية. ده رموت العربية، رموت جاي جديد عن الشكل القديم، وده شكل العربية من الداخل. أول ما نفتح البيبان هنلاقي الباب السائق في التحكم في الإزاز، الإزاز الأولاني بس هو اللي أوتو والباقي إزاز عادي جدا، وبعد كده السنتر لوك بتاع الإزاز وبتاع البيبان، وهنا بنلاقي التحكم في الإضاءة والتحكم في المرايات، الشكل الطبيعي اللي كان بينزل في الشكل القديم مفيش اختلاف، وكمان الطارة هي مفيهاش جديد خالص، يعني مفيهاش ما
ما فيهاش مالتي في الطاره يساعدك، لا هو بس الجديد ده هو ستارت كنترول ده اللي هي البصمه بتاعه التدوير السياره هي اللي جديده، هي غير الشكل القديم. طبعا بتدوس على الزرار تنتظر ثواني، اللون بتاع البصمه بيتحول للون الاخضر، وبعد كده بتبدا الشاشات بتاعه العربيه تشتغل ويظهر قدامك. شاشه عدادات هي هي الشاشه القديمه. فيتيس بقى جاي بشكل لذيذ كده وشكل جميل، شايفه شكل محترم جدا عن الشكل القديم اللي كان نازل في ال 3 اللي كان كله فتحات كده وكان شكله صعب جدا في العربيه القديمه. لكن في تيس الجديد اللي نازل في ال 22 الحقيقه شكل جميل، شكل مختلف، شاشه عدادات ما فيهاش اي اختلاف بجنيه حتى، نفس الشكل القديم. كل الاختلاف في العربيه البصمه في الباب، بصمه للتدوير والفتيس بتاع العربيه. العربيه بقى نازله في الاحلال، لاخواتنا اللي بيسالوا على العربيه في الاحلال، العربيه نازله في الاحلال غاز، والناس كتير قوي متخوفه من نقطه ان انا اركب اوتوماتيك غاز عشان المشاكل اللي بتحصل. عايز اقول لك ما تقلقش، انت معاك ضمان للعربيه، لو حصل اي حاجه هتقدر ترجع على التوكيل بالضمان. كان الناس الاول بتخاف تروح التوكيل عشان العربيه بنزين، يقول لهم ايه لا انا قلت لك ركب غاز، انا التوكيل بيخلي مسؤوليته عن موضوع الغاز، لكن دلوقتي العربيه في الاحلال داخله غاز، التوكيل مسؤول عن اي حاجه تحصل في العربيه. عايز اقول لك ما تقلقش، ناس كتير قوي كانت راكبه العربيه دي بنزين وكانت محولها غاز واشتغلت عليها ومعديه ال 100000 كيلو غاز، ففي اي مشاكل تحصل في العربيه. دي البصمه اللي في الباب زي ما احنا شايفين كده قدامنا، ودي البصمه بتاعه تدوير العربيه زي ما احنا شايفين. وهديك كمان شكل كده العربيه من الداخل وشكل العدادات اللي هو ما اختلفش كتير عن الشكل اللي فات. ده شكل العربيه من الداخل، الطاره ما فيش جديد، الوحده الوسطيه كده التسجيل بتاعها والراديو نفس الشكل القديم ما فيش اختلاف، حتى التكييف بتاعها زراير التكييف والبقر بتاع التكييف نفس الشكل القديم برضو للبي واي دي المانوال القديم. كل مختلف شكل كده في الفتيس شيك شويه عن الشكل اللي فات في العربيه. قلنا بتدوس على زرار البصمه بيتحول معاك للون الاخضر، بعد كده شكل العدادات بتقيد معاك، كل حاجه بتقيد في العربيه وبتبتدي تتحكم في العربيه زي ما انت عايز. شاشه العدادات قلنا مفيش جديد فيها عشان نشرحه، والفتيس بس هو الحاجه الجديده كده زي ما احنا شايفين. بتدوس حضرتك على الزرار اللي في دار الفتيس وتبتدي تنقل الغيارات بتاعتك، لو عايز تروح للار على الرجوع، لو عايز تجيبه على وضع الان، لو عايز تجيبه على وضع الدي، لو عايز كمان تقلبه على المانوال فبتقلبه وبتشتغل عليه مانوال زي ما انت عايز. فتيس اتمنى ان ما يكونش فيه اي مشاكل تحصل او اي مشاكل تذكر زي المشاكل القديمه اللي كنا بنسمعها في الفتيس البي واي دي ال 3 اللي كان الناس خايفه منه. ان شاء الله تكون عربيه جديده في السوق المصري تقدر تقدم لنا حاجه الفتره الجايه. البي واي دي اف 3 2022 اللي جايب موتور 1500 سي سي بيطلع لي 108 حصان وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن. العربيه دي في المانوال كانت بتبيع ب 177 الف جنيه، السعر بتاعها في الاوتوماتيك لم يحدد حتى الان، ولكن اعتقد هتكون بحوالي 190 الف جنيه الاوتوماتيك بتاعها. هيفرق بس هيفرق بالظبط حوالي 12 او 13 الف عن سعر المانوال، وده يكون سعر كويس جدا ليها كاوتوماتيك، وعربيه هتبيع كتير قوي الفتره الجايه لانها عربيه اعتماديه من الطراز الاول بدون اي مشاكل تذكر ليها في مصر، يعني مفيش اي مشاكل حصلت للعربيه دي في مصر، فاظن انها هتكون عربيه بياعه ان شاء الله الفتره الجايه. اول ما حد من زملائنا بس يستلم العربيه هناخد العربيه ونعمل لها ريفيو كامل وتجربه كامله متكامله عن السياره والاداء واداء الفتيس، اخباره ايه بقى في الحر والمشاكل بتاعته هتظهر ولا لا، كل حاجه نعملها الفتره الجايه باذن الله. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، جمعنا الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.